يقول باتريك جوسكيند: إن بوسع البشر أن يغمضوا عيونهم أمام ما هو عظيم أو مروع أو جميل، وأن يغلقوا آذانهم أمام الألحان والكلام المعسول، ولكن ليس بوسعهم الهروب من العبق، لأنه شقيق الشهيق معه يدخل إلى ذواتهم. في رواية العطر للكاتب الألماني باتريك جوسكيند تتحدث الرواية عن سوق للسمك بمدينة باريس، حينما يولد جان باتيست جرونوي لأم كانت، وكما فعلت مع كل من سبقوه، تحاول التخلص منه لولا أن لبكائه كلمة أخرى، حيث اكتشف أمرها وحكم عليها بالإعدام. يقضي جرونوي طفولته مع أناس كفلوه بداية، ثم تخلوا عنه بعد فترة قصيرة، كل لأسبابه، بداية مع المرضعات اللائي لم ترغب أي واحدة منهن في الاحتفاظ به طويلا، لشدة جشعه أو لغياب أي رائحة في جسده، ثم مع الراهب الذي ينفر منه لطريقته المقلقة في الشم وهو طفل صغير، فينتهي به الأمر في دار الأيتام. هكذا عاش منبوذا قبل أن يكتشف أن له حاسة شم خارقة، تلك الحاسة التي جعلت منه أكثر الكائنات لتلك الحقبة نبوغا وشناعة، فيقضي حياته في استكشاف وتصنيف الروائح وهو مهووس بها، وباستخراج العطور، حتى ولو كلفه ذلك بارتكاب جرائم قتل. جرونوي هو واحد من أكثر الشخصيات الروائية غرابة وأكثرها إثارة للدهشة والقرف أيضا، شخصية لا يتفق اثنان على التعاطف معها، شغوف بالروائح ولو كانت لجلود نتنة، ويتخذ من صناعة العطر غاية للوجود، وكانت سببا للفناء أيضا، وإثباتا للهوية، ووسيلة لاستجلاب مشاعر الناس ومحبتهم. نص غرائبي ممتع، بل رواية غرائبية ممتعة ومشوقة. عالم غني بالروائح وأساليب صناعة العطور، فيها للحب رائحة، وللكره رائحة، وللحياة رائحة، وللموت رائحة أيضا. تم تحويلها إلى فيلم سينمائي سنة 2006 بنفس العنوان Le Parfum, Histoire d'un Meurtrier من إخراج توم تاي كوير. من يكون الكاتب؟ الكاتب هو روائي ومسرحي ألماني من مواليد 1949، كتب عدة قصص قصيرة وروايات وسيناريوهات سينمائية اشتهر بها قبل كتابة العطر. عرف بمسرحيته عازف الكونترباس، والتي قدمت في معظم مسارح أوروبا، ثم نال الشهرة عالميا بعد إصدار روايته العطر سنة 1985، والتي ترجمت إلى أكثر من 20 لغة. وعرف بابتعاده عن الأمور العامة ورفضه للتدخل في السياسة وفي الشؤون السياسية، بل وبرفضه أيضا لعدة جوائز أدبية. له عدة أعمال أخرى من بينها الحمامة وثلاث قصص وحكاية السيد زومر، وكذلك عن الحب والموت. المشاهد تي في، لا تنسوا دعمنا في هذا المحتوى. شكرا لتفاعلكم وشكرا لاقتراحاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.